السلام عليكم. الباري سفيان سائق عربة كوتشي بهذه المناسبة، مناسبة عيد الاستقلال الغالية على جميع المغاربة، على جميع المغاربة. جاء والي جلالة الملك على عمالة مراكش أسفي وأعطى لي انطلاقة تاع اللباس الموحد لأصحاب العربات المجرورة بالخيول الكوتشي المعروفة بمدينة مراكش منذ الأزل، لأن هي تأسست هذا القطاع 1912 لدابا، وهذه أول مبادرة من 1912 من طرف ولاية مراكش لهذا القطاع. الإضافة اللي درت هذه اللبسة هي واحد شوية عطات واحد الرونق وواحد الجمالية للقطاع، لا يتهمها هو أن القطاع تتخبط في عديد من المشاكل، ماشي هو اللباس هو اللي جا سميت، لأن كاينين مشاكل أخرين حتى هما تتخبط فيهم القطاع كمثل المحطات، لأن تنعانيو بزاف من المحطات في جميع المآثر التاريخية، ما عندناش محطات في جميع في الأماكن العمومية الأخرى اللي تكون فيها السياح، ما عندناش محطات. وبالنسبة للمعضلة الكبيرة اللي تنقول أنايا في نظري المتواضع، انه تنقول ان الكوتشي اللي انا غادي نضطر من مراكش، لان قلدوا عده مدن اخرين وما نجحوش بهذا النجاح اللي نجح فيه مدينه مراكش. وتنقول المشكله اللي هو الاسطابل هو اللي غادي يقدر العائق الكبير لهذا القطاع. وراه حنا تنتمناو من الله بان هذا اللباس ماشي توحد على صاحب العربه، ان توحد في ساحه جامع الفنا، لان الا توحد على ساحه جامع الفنا كامله يكونوا موالين الحنه، موالين الاكل، الحلاقيه، موالين الكوتشي، موالين الطاكسيات، لانه تيسهل حتى الماموريه تاعت الناس تاع الامن، لان ملي تيبان واحد الكولور تاع اي واحد تاع اي قطاع، يعني تينفرد بواحد الكولور، ان تيبان هذا تيدير هذا تيدير هذا تيدير، ان تيبان لنا البراني على الساحه حتى هو تيبان لنا اللي تيجي اللي تيخلق تاع واحد الصوره خايبه على بنجنت براكش. بالنسبه لهذا اللباس اللي عطونا دابا هو بارد شويه، هو بارد واحد شويه، مي هو هما قال لك غادي يزيدوا عليه تحسينات، ملي تقعدنا معاهم سميتو قال غادي يكونوا عليه تحسينات، وغادي يجي لباس تاع الصيف، ان هذا حسبوه هما لباس تاع الشتوى، هما قال غادي يجي لباس تاع الصيف، وغادي يجي كل موسم غادي يكون لباس ديالو. يعني هما عطاونا بيدله وحده، وبيدله وحده ما كافياش، لان راه بيدله وحده دابا الا بغيتي تقد راه تزادوا عليك المصاريف، الا بغيتي تقد دابا راه سميتو راه الطبعات اللي كاينه دابا اللي تتشوفوا هنا راه صعيب انه باش يقدها لك اي واحد. السلام عليكم، معكم خوكم مصطفى حنيباض من القطاع الكوتشي عربات مجروره بالخيول. اولا وقبل كل شيء انني صاحب الجلاله نصره الله بهذه المناسبه ديال عيد الاستقلال، وكنتمنى الصحه والعافيه لجميع الاسره الملكيه. ثانيا تنشكر والي الجهه وعلى هذه الاضافه اللي ضاف للقطاع ديال اللبسه الموحده اللي ضافت واحد لمسة جديدة وجميلة للقطاع. هاد اللبسة هي عبارة على سروال والفيستة ديالو القميجة من البيضة من الداخل، وواحد الترزالة كنقول لها حنا بالعربية الترزالة، هي شابو. المهم كتميز السائق ديال العربة على باقي السائقين الاخرين. السلام عليكم، تنشكر الوالد الجهة اللي عطانا هاد اللبسة، هادي جات معانا. كاين شي واحدين اخويا تيقول لك علاش حاشيش ما عندهم حتى الصفه باش يطلعوا لك علاش ياك، نعم سيدي. واللبسه جاتنا هي هذيك معتبره، والناس كاينين تيطلعوا معنا للكوتشي، تنجيبوا بندورات نطلعوا في الناس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.